تكاد أيديهم لا تتوقف عن العمل الدؤوب. هم الذين كرسوا جهودهم وخبراتهم المتراكمة لتوفير أقصى درجات الخدمة والعطاء خلال الزيارة الشعبانية، حيث جهزت العتبة العباسية المطهرة مفارزها الطبية بكوادر متخصصة وآلاف المتطوعين استعداداً لاستقبال الزائرين. بمناسبة الزيارة الشعبانية ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه، تم إعداد خطة طبية لهذه الزيارة، تقديم أفضل الخدمات الطبية في الزيارة بتوجيه من سماحة المتولي الشرعي وإدارة العتبة المقدسة. تم إعداد الخطة بالتنسيق مع وزارة الصحة، دار الصحة كربلاء وجمعية الهلال الأحمر بفتح مفارز طبية ومراكز طبية متخصصة حول الصحن الشريف للمولى بالفضل عباس، ونشر الفرق التطوعية للإخلاء الطبي واشتراك سيارات الإسعاف من وزارة الصحة والعتبة المقدسة، وكذلك إخلاء الحالات بالتنسيق مع دار الصحة كربلاء. نحن الآن في هذه المفرزة في شعبة أم البنين عليه السلام، نقدم جميع الخدمات من معاينات، من إجراء تخطيط قلب، من ضمادات في حال تعرض الزار أو الزائرة، لأنه أيضا في الجهة المماثلة لهذه المفرزة هناك أخوات وطبيبات مختصات وممرضات يقمن بنفس المهمة لتأدية واجبهن تجاه الزوار. والحمد لله الحركة جيدة، والآن بدأت الزوار تتكاثر شيئا فشيئا، وإن شاء الله بالتنسيق الموجود نحاول الخدمات من صيدلة، من أدوية، من جميع الأمور اللي يحتاجها المريض. نقدم شكرنا وتقديرنا للخدمات الجلية والكبيرة والمعطاءة للعتبة العباسية وبالأخص شعبة الطبابة. نحن كزوار عودتنا هذه العتبة وبالذات شعبة الطبابة بأنها كانت السباقة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، حيث هناك الكثير من المفارز الطبية التي تحمل شعار العتبة متواجدة في أغلب المناطق القريبة من العتبة المقدسة، بالإضافة إلى هذا المكان وهو مركز أم البنين الطبي، حيث يتواجد فيه مركز طوارئ متكامل، وهناك صال العمليات الصغرى صيدلية، هناك جناح للنساء، هناك جناح للرجال، هناك عجلات إسعاف منتشرة حول المرقد الشريف. من جهتهم أعرب الكثير من المشاركين في إحياء هذه المناسبة من سكان المدينة والوافدين إليها ارتياحهم الكبير من خلال الرعاية التي وفرتها الكوادر الطبية التابعة للعتبة العباسية المقدسة، شاكرين كل الجهود المبذولة خلال هذه الزيارة المباركة.